بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أحاديث الفتن، ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. نعم نعم. قال: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. نعم. وله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أمته يوماً كاملاً، يخطب ثم إذا حانت الصلاة نزل وصلى ثم عاد يخطب إلى أن يكمل اليوم. وذكر فيه في هذه الخطبة أموراً كثيرة احتاجها الناس، وهذا من بلاغه صلى الله عليه وسلم، إنه بلغ أمته كل ما أمره الله به ولم يترك شيئا إلا وقد نقله وبلغه لهم. ولكن الناس يختلفون في هذا، الحاضرون يختلفون، منهم من يستوعب كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظه ويرويه، ومنهم من يفوت عليه بعض الشيء. ولكن إذا وجد من يحفظ ولو كانوا قليلين ينفع الله بهم الأمة. هذا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. نعم. قال: وله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا أنبأ فيه عن الفتن فقال وهو يعد الفتن: منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنها فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. نعم. قال: ولأبي داود. نعم. وهذا الحديث أيضاً فيه ذكر الفتن، وأنها تختلف، منها ما هو شديد ومنها ما هو خفيف. والقصد أن الناس يأخذون حذرهم من هذه الفتن، يعرفون وقت نزولها ويعرفون أنها ستأتي فيستعدون لها، يثبتون على دينهم ولا تضرهم بإذن الله. من تمسك بدينه وثبت على دينه لا تضره الفتن، لكن يحتاج إلى أنه يعرف دينه أولا حتى لا ينجرف مع الفتن إذا جاءت،
لأنه قد عرف أنها ستحدث وأنها فيأخذ حذره منها. نعم. قال: ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر فيها حتى ذكر فتنة الأحلاس. نعم. حتى ذكر فتنة الأحلاس. نعم. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ فقال: هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل. قال: هي نعم. قال: فقال: هي هرب وحرب. نعم. أو قال: هي هرب وحرب. هرب بالباء. بالهاء ثم الباء في الأخير. هرب تبدأ بالهاء وتنتهي بالباء. نعم. وحرب. نعم. ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غد. نعم. وهذا من جملة الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث من الفتن. والمهم في هذا أن بعضها قد يحدث على يد رجل يزعم أنه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس منه، ثم لو ثبت أنه من البيت وهو لا يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه كونه من أهل البيت، لا ينفعه كونه من أهل البيت، ولا يكون من أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من سار على نهجه وتمسك بسنته. فليست العبرة بالقرابة فقط، وإنما العبرة بالقرابة مع الاستقامة. فمن استقام على دين الله ولو لم يكن من أهل البيت فهو على خير وينتفع به، ومن انحرف عن دين الله فلا ينفعه كونه من أهل البيت ويجب الحذر منه غاية الحذر. هذه مهمة جدا. وآل الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم أتباعه، آله هم أتباعه ولو لم يكونوا من أهل بيته. وأما من لم يكن من أتباعه ليس بقدوة، ليس بقدوة، فهذا يجب التفطن له ومعرفته أنه ليست العبرة بأنه من أهل البيت، العبرة باستقامته، تمسكه بالدين. المسألة الثانية أن الدجال قريب، الدجال من علامات الساعة الكبرى، وهو فتنة عظيمة كما يأتي،
وهو أول شيء يخرج المهدي من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من آل الحسن، من آل الحسن ابن علي، ويقيم العدل، يحكم بالشريعة، وفي آخر أيامه يظهر الدجال، في آخر أيام المهدي يظهر الدجال، يحصل بسببه فتنة عظيمة، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ثم يقتل الدجال ويحكم المسلمين بشريعة الإسلام، شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعاً للرسول ومجدداً لدين الله، لدين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في آخر أيام المسيح عيسى بن مريم تظهر يأجوج ومأجوج، تظهر يأجوج ومأجوج، ويحصل شدة على المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. رواه البخاري. نعم. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحفظ من الأحاديث ما لا يحفظه غيره من الصحابة، لأنه آتاه الله حفظاً وذاكرة قوية، وتفرغ لرواية الحديث، تفرغ لرواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فحفظ ما لم يحفظه أكثر من غيره رضي الله عنه. ويخبر أنه حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعاءين من الأحاديث، وعاءين مملوئين بالأحاديث، واحد نشره في الناس وذكره للناس، وواحد لم يذكره لأنه عليه خطر لو ذكره، وهو أحاديث الفتن، حديث الفتن وذكر الولاة المنحرفين، فهذا لم يذكره، فهذا دليل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة أو لدفع الضرر الأكبر. نعم. قال: وله عنه أنه قال: سمعت الصادق المصدوق يقول، أنه سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم أحداثاً غلماناً قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا: أنت أعلم. وجده الراوي عن أبي هريرة. نعم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ما يحدث على يدي أغيلمة، تصغير غلمان، باب التحقير، تصغير تحقير من قريش، ولعله يقصد أنهم من بني أمية. بنو أمية فيهم الخير الكثير وفيهم شر، هم كلهم أشرار، فيهم خير كثير وفيهم ناس صغار السن وسفهاء الأحلام، حصل منهم ما يحصل. بنو أمية منهم رجال، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة الثالث،
منهم معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل الذي ساد الأمة وقمع الفتنة في وقته، واجتمع المسلمون عليه بعد الفتنة والفرقة. وفيهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، خليفة الراشد. فيهم عبد الملك بن مروان أيضا، فيه خير كثير. وجاء بعده من دون ذلك، فلا يذمون على الإطلاق ولا يمدحون على الإطلاق، بل يقال فيهم وفيهم، يقال فيهم وفيهم، لأن بعض الناس خصوصا الشيعة سبون الأمويين، والأمويون فيهم خير كثير، فتحوا الفتوح، فتحوا الأمصار وفتحوا الفتوح ونشروا الإسلام مشارق الأرض ومغاربها بعد الخلفاء الراشدين، فلهم فضل ما في شك. لكن يكون فيهم أيضا من هو دون ذلك، يجب أن نعرف هذا عن بني أمية، لا نذمهم على الإطلاق ولا نمدحهم على الإطلاق، بل نقول فيهم وفيهم كغيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن السعي في الفتنة. نعم. ولأبي داود أن النهي عن السعي في الفتنة، وأن الإنسان المسلم عند حدوث الفتن يمسك ولا يسعى في نشرها وفي نصرتها، بل يمسك ويبتعد عنها. هذا هو الواجب على المسلم، أن يبتعد عن الفتن ولا يشارك فيها ولا يدخل فيها حتى تنقضي وتذهب. نعم. قال: ولأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي، قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. نعم. هذا الحديث حديث جاء من روايات، أنه قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ما هي بسهلة، كقطع الليل المظلم من شدتها ومن خطرها، أن الإنسان يتحول عن دينه، هذا أخطر ما فيها، تحول عن دينه تصيب هذه الفتن، إما طمع وإما خوف، فيتحول عن دينه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، تحول اليوم الواحد، اليوم الواحد أو الليلة الواحدة تحول عن دينه بسبب الفتن، إذا دخل فيها وشارك فيها فإنها تخرجه من دينه، إما رغبة وإما رهبة. أما إذا ابتعد عنها ولم يدخل فيها ولزم السنة وصبر على ما يناله، فإنه ينجو منها بإذن الله. ولكن هذا يحتاج إلى إيمان وعلم وصبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتن، وأن يكون الرجل
حلس بيته، يعني لازما لبيته، لازما لبيته إذا كان خروجه إلى الشارع أو إلى فيه خطر على دينه، إنه يبقى في بيته حتى تزول هذه الفتن. نعم. قال: ولابن ماجه عن أبي بردة أنه قال: دخلت على محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه به حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية، فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تأتيك نعم، اجلس في بيتك، فقال ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية، أو ميتة، ميتة أو ميتة. نعم نعم، هذا كما سبق أنه تأتي فتن عظيمة تحول الإنسان من دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا، طمع، يترك دينه من أجل الطمع والمال والجاه، فإذا جاءت هذه الفتن فاعتزلها، أحضر سيفك وحطمه واكسره كما يكون معك ما تقتل به أو تفتك به في الآخرين. هذا معناه أنك لا تستعمل السلاح، ما هو لازم أنك تكسره بالفعل تعدمه، لا، يعني لا تقاتل فيه ولا تدخل في الفتنة. والأمر الثاني: تجلس في بيتك، تجلس في بيتك ولا تشارك حتى تأتيك يد ظالمة، يدخل عليك أحد يريد قتلك، لا تدافع في هذه الحالة، لأنك إذا دافعت تكثر الفتنة، فقلل منها بعدم المدافعة عن النفس حتى لو قتلك، لأن هذا في الفتنة. أما في غير الفتنة، في غير الفتنة إذا دخل عليك أحد لص ولا من يريد الفساد في بيتك فاقتله، دافعه ولو بالقتل كما ورد في الأحاديث. أما إذا كان هذا وقت الفتنة حتى لو دخل عليك أحد فلا تدفعه بالقتل، لا تقتله، حتى لو قتلك كما حصل من عثمان رضي الله عنه، لما دخلوا عليه لم يقاتل تقليلاً للفتنة وعدم مشاركة فيها، لم يقاتل، وأمر حراسه أن يكفوا وأن لا يقاتل حتى قتل رضي الله عنه شهيداً. هذا في الفتنة. أما في غير الفتنة ما تسمح لأحد يدخل في بيتك، دافعه ولو بالقتل، إن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد كما في الحديث. نعم. أو يأتيك الموت، إما جاك دخل عليك عدو يأتيك الموت، والموت لا بد أن يأتي، لا بد أن يأتي، فكونك تموت، تموت وأنت لم تشارك في الفتنة خير لك. نعم. قال: وله عن عائشة بنت أهبان أنها قالت: لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ها هنا البصرة دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، هل تعينني على هؤلاء القوم؟
قال بلى. قالت فدعا بجارية له فقال يا جارية أخرجي سيفي، قال فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب، فقال إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت فتنة بين المسلمين فأتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك، قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. أعد الحديث. قالت لما جاء علي بن أبي وعن وله عن عائشة بنت أهبان، نعم، أنها قالت لما جاء علي بن أبي طالب ها هنا البصرة دخل على أبي فقال علي يا أبا بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته خليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، حصلت الفتنة في وقته الشديدة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه، هو تولى الخلافة ولكن لم يتم له الأمر رضي الله عنه، لأن الفتنة شديدة والناس مختلفون، فقمع الله به الخوارج شرار الخلق، قمع الله به الخوارج وقتل منهم مقتلة عظيمة في النهروان، وأخمد شرهم رضي الله عنه، ولكن لم تهدأ الفتنة، في النهاية تآمروا عليه وقتلوه، في النهاية قتلوه رضي الله عنه. هو يريد إخماد الفتنة وأن تستتب الخلافة على ما كانت في زمن إخوانه من الخلفاء الراشدين، وأدى ما عليه رضي الله عنه، جاهد في الله إلى أن استشهد في سبيل الله ولحق بإخوانه من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. فهذا موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من هذه الفتنة، أنه قاومها وحاول إخمادها، وحصل على يده خير كثير في قمع الفتنة. ثم قتل شهيدا رضي الله عنه راضيا مرضيا عند الله عز وجل. فموقف المسلم من الفتنة أنه إن أمكن أن يعتزلها وجب عليه ذلك، وإذا لم يمكن وكان لها قوة وينفع الله به فإنه يقاوم الفتنة، مثل ما حصل من علي، يقاوم بقدر ما أعطاه الله من السلطة ومن القوة والتمكين، يقاوم الفتنة إما أن يقضي عليها وإما أن يخففها، وإما أن يخففها ويهيئ الأمر لمن يأتي بعده من المصلحين. هذا موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قالت لما جاء علي بن أبي طالب ها هنا البصرة دخل على أبي فقال يا أبا مسلم هل تعينني على هؤلاء القوم؟ قال بلى. قالت فدعا بجارية له فقال يا جارية أخرجي سيفي، قالت فأخرجته. أراد أن يري علي رضي الله عنه أنه معتزل للفتنة، وأنه اتخذ سيفا من خشب، سيف من الخشب لا يحمل لا يعمل شيئا، أريد أن يري علي رضي الله عنه أنه لا يشارك في الفتنة. تركه علي ما رآه لا يرغب المشاركة تركه. نعم.
قال: فأخرجته فسل منه قدر شبر، فإذا هو خشب. إذا هو خشب ليس بسيف، ليري عليا أنه معتزل للفتنة. نعم. فقال: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت فتنة بين المسلمين نعم، فأتخذ سيفا من خشب. نعم، سيفا من خشب لا يقطع ولا يعني ما يشارك في الفتنة. نعم. فإن شئت خرجت معك. قال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. نعم، إن شئت خرجت معك، لأنه أمير المؤمنين، وإن شئت أن تتركني على اعتزالي. إن أراد أنه يخرج عليه السمع والطاعة، وإن سمح له ولا يخرج فهذا حب إليه. أمير المؤمنين سمح له بذلك، تركه واعتزاله الفتنة. نعم. قال: ولأبي داود عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد منكم انتبهوا إن دخل نعم فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم فليكن كخير ابني آدم. نعم. نعم، هذا كما سبق أنها تحدث فتن عظيمة، وأن المسلم يتقاصر عنها، يتقاصر مهما أمكنه لا يتقدم إليها. القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. كلما تقاصر الإنسان عن الفتنة وابتعد عنها فهو أحسن وأحفظ لدينه وأسلم من المشاركة في سفك الدماء، لأن الإسلام حريص على حفظ دماء المسلمين مهما أمكن، فلا يشارك فيها لأنه بين المسلمين، إن قتل قتل مسلما، السلامة خير، السلامة خير. إذا دخل على أحدكم يجلس في بيته ولا يخرج، إن دخل عليه ما يروح للفتنة، لكن لو دخلت عليه، دخل عليه أحد يريد قتله فليستسلم ولا يدافع في هذه، لأنه إذا دافع زاد الفتنة، وإذا كف سلم منها. أكون كخير ابني آدم، ابني آدم واتلو عليهم نبأ ابني آدم اللذين حسد أحدهما الآخر فقال لأقتلنك، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هو حسد لما تقبل الله قربانه ولم يتقبل من الآخر، حسده على ذلك، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فعدم القبول هذا من الله جل وعلا، والله إنما يتقبل من المتقين، فكيف تحسدني على شيء من الله عز وجل أكرمني به؟ إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي، هذا محل الشاهد، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما
ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فدل على أنه لا يجوز قتل المسلم في الفتنة مهما أمكن أنك تكف، كف يدك لا تقتل. ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، ذلك جزاء الظالمين. لم تنفع فيه الموعظة والعياذ بالله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، أصبح من الخاسرين بسبب قتل أخيه مسلم، وأيضا أخوه في النسب. فهذا فيه الآية، فيها أن المسلم إذا ابتلي بأحد يريد قتله أنه لا يدفعه، لا يدفعه ويستسلم. وهذا هو الذي حصل من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، خليفة الراشد. نعم. قال: وله عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كخير ابني آدم، وتلا هذه الآية. كن كخير ابني آدم، الذين ذكر الله قصتهم لنا لنعتبر بها عند الفتن. نعم. وتلا هذه الآية: لئن بسطت إلي يدك، الآية. نعم. قال: نعم. فهذا فيه الجمع بين أن المسلم يدفع الصائل إذا صال عليه، وكما في الأدلة، وأنه أحياناً لا يدفع الصائل ويستسلم. متى هذا؟ هذا في الفتنة بين المسلمين، لا يدفعه في الفتنة بين المسلمين. أما إذا لم يكن هناك فتنة ودخل متلصص فإنك تدافعه ولا تستسلم له. نعم. قال: وله عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس؟ يغربل فيه الناس، يعني يستعمل فيهم الغربال الذي يستعمل في تصفية الحبوب، توضع في الغربال الذي يخرج من خلاله الحب ويبقى التبن والخلط، يبقى ولا يخرج مع خلل الغربال. نعم. تبقى حثالة من الناس. فكذلك الفتن مثل الغربال، الفتن مثل الغربال، تصفي الحب الطيب من الأخلاط الرديئة. نعم. قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، فكانوا هكذا وهكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك الزمان؟ قال: تأخذون بما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم، وتدعون أمر عامتكم. نعم. هذا ما يجب على المسلم عند الفتن، أنه يأخذ ما يعرف مما يوافق الدين، مما يوافق الدين ويقوم عليه الدليل يأخذ به، وما اشتبه عليه يتركه ولا يدخل فيه، ولا يدخل في الفتن. وكذلك تلزم الخاصة، تلزم الخاصة من العلماء والصلحاء الذين
تجنبوا الفتنة تلزمهم وتمشي معهم، ولا تكون مع الأشرار، مع الهمج، مع الرعاع. وهذا والله أعلم ينطبق على الثورات والمظاهرات والغوغاء. لا تدخل فيها، لا تدخل في الغوغاء والمظاهرات والأوباش والجهال وحدثاء الأسنان، لا تدخل معهم، خلك مع الصلحة، مع العقلة، مع أهل العلم والبصيرة، إلزمهم وكن معهم، لا تنحاز إلى الأشرار وإلى الغوغاء والفتنة. نعم. قال: وله من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما نحوه، وقال: نعم. فقلت: كيف أصنع؟ قال: الزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. وأوله: إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وهكذا، وشبك بين أصابعه، فقمت إليه فقلت، إلى آخره. أعد الحديث كلمة كلمة. نعم، انتبهوا. قال: وله من حديث ابن عمرو نحوه، وقال: فقلت: كيف أصنع؟ كيف أصنع يعني إذا حدثت الفتن. نعم. قال: إلزم بيتك. هذه واحدة، إلزم بيتك، لا تكثر سواد أهل الشر، لا تكثر سواد أهل الشر والغوغاء، خلك في بيتك. نعم. واملك عليك لسانك. وهذه الثانية، لا تتكلم، تشجع الأشرار وتشجع الغوغاء، أمسك عليك لسانك، لا تتكلم بكلام يزيد الفتنة. نعم. وخذ ما تعرف. خذ ما تعرف ودع ما تنكر، خذ ما تعرف من أمر الدين الذي عليه المسلمون، ودع ما لا تعرف من الفتنة ومن الغوغاء ومن عادات الكفار وأنظمة الكفار. نعم. ودع ما تنكر. نعم. ودع ما تنكر. نعم. وعليك بأمر خاصة نفسك. عليك بخاصة نفسك، انجو أنت أولا، ولا تقول أبا أخلص الفتنة وأبا أقاتل حتى ينتصر الإسلام. لا، الفتنة لا تدخل فيها، لا تدخل فيها إلا إذا كان جهادا في سبيل الله تحت راية مسلمة، أما غوغاء واختلاط فلا، لا تدخل فيها. نعم. أو أحزاب مختلفة أو فرق، لا تدخل فيها، مما يسمى الآن بالجهاد وهو ليس جهادا وإنما هو فتنة، تجمع ناس وتزعمهم واحد، ولو يتجمع آخرون وهكذا حصل القتال بينهم، لا لشيء ولا هناك نتيجة إلا سفك الدماء، لا تدخل معهم. إلزم العافية وإلزم الاعتزال إلى أن يأتي الله بالفرج، وإلا أقل الأحوال إنك ما تشارك في الفتن، تسفك دما حراما. نعم. ودع عنك أمر العامة. إيه نعم، دع عنك أمر العامة والغوغاء وطيشان الذي لا فائدة فيه ولا ينتهي إلا إلى ضرر. نعم. قال: وأوله إذا رأيت الناس مرجت عهودهم. أول الحديث يعني. ها. إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وهكذا، وشبك بين أصابعه، فقمت إليه فقلت، إلى آخر الحديث. نعم،
إذا رأيت الناس مرجت عقولهم وحصل فيهم الفوضى ولا هناك رأي، ما هناك رأي موحد وراية إسلامية موحدة، إنما هي أحزاب وجماعات وفئات لا تدخل في هذه كلها. نعم. قال وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم في زمان من ترك منكم فيه عشر ما أمر به هلك. إنكم في زمان من ترك منكم فيه عشر ما أمر به هلك، يعني إنكم في زمان سلامة وزمان خير، ولا يجوز الإنسان يفرط بشيء من أمور دينه ولو كان عشر ولو كان قليل، لا تفرط في شيء من أمور الدين. نعم. ويأتي على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. على العكس، يأتي زمان شر، زمان شر، من عمل فيه بعشر ما يعرف نجا ولو كان قليل، ولو كان قليل بسبب كثرة الشر. فتمسك بدينك مهما أمكن، تمسك بدينك مهما أمكن ولو كان قليلا، ففيه الخير، فيه النجاة. نعم. وقال حسن غريب، قال الحسن ما دون الصحيح والغريب ما رواه شخص واحد. نعم. قال ولابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتقون كما ينتقى التمر، لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله. مختلط صوتك، ما ادري ايش تقول. نعم. لتنتقون، نعم، كما ينتقى التمر من أغفاله. كما ينتقى التمر من أغفاله. من أغفاله. نعم. فليذهبن خياركم، هذا معنى، معنى تنتقون معنى يذهب بالخيار، أن النقوى والطيبين يموتون ويأتي أشرار وأسافل. نعم. وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. نعم، يعني إلزموا دينكم وإلزموا الاعتزال إن استطعتم مهما أمكنكم ذلك. نعم. قال وللبخاري عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله، وفي رواية: لا يعبأ الله بهم. نعم، فيه أنه كل ما تأخر الزمان يقل الأخيار ويكثر الأشرار، والغرض من هذا أن تأخذ حذرك، إن تأخر بك الزمان تأخذ حذرك وتلزم ما عليه الأخيار وتترك ما عليه الأشرار، تأخذ ما عليه الأخيار وإن كانوا قد ماتوا تتبعهم، تتمسك بطريقهم، وتترك ما عليه الأشرار وإن كانوا كثيرين لا تدخل معهم. هذا يحتاج إلى صبر، لأن اعتزال الناس يحتاج إلى صبر وثبات، ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. المهم أن هذه الأحاديث فيها الحث على اعتزال الفتن وعدم المشاركة، عدم المشاركة فيها، ولزوم جماعة المسلمين والسير على ما كان عليه سلف هذه الأمة، تمسك بذلك
هذا طريق النجاة لمن وفقه الله عز وجل. فلا تغتروا بالغوغاء ولا تنخدعوا بوعود الكفار وحصول الحرية كما يقولون والديمقراطية، هذه كلها كذب، مواعيد كاذبة. ما يحصل الخير إلا بالإسلام مهما قالوا، الخير ما يحصل إلا بالإسلام والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، خلفائه الراشدين والسلف الصالح، ما يحصل الخير إلا بهذا. أما الفوضى والوعود الكاذبة وما يحصل من وعود الكفار وتزيين الكفار، هذا ارفضوه رفضا تاما ولا تلتفتوا إليه، لأنه شر وفتنة وضلال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التغرب في الفتنة. ما يكفي هذا؟ يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذا سائل يقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. نعم. أليس هذا من كتم العلم؟ إيه، كتم العلم للمصلحة يا أخي. إذا كان كتم العلم للمصلحة فهو مشروع. لا تخبرهم فيتكلوا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال: ألا أخبر الناس، ألا أبشر الناس بهذا، أن من لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله؟ لا، قال: لا، لا تخبرهم فيتكلوا. هنا علم ما يكون إلا للخواص ولا ينشر على العوام، يكتم عن العوام، لأنهم لو أخبروا به لا أفسد عليهم دينهم. يتكلون، ولأنهم ما يفهمون ولا يفقهون وش المقصود. فكتمان العلم للمصلحة هذا واجب إذا كان نشره يلزم عليه فتنة. نعم، هذه قاعدة خذوها معكم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء؟ الأحلاس لزوم البيوت، فإن عند الفتنة يلزم كن حلس بيتك، يعني يلزم بيتك. نعم. وما هي الثانية؟ الدهيماء. الدهيماء عامة الناس، الدهيماء عامة الناس، والغوغاء والطيشان. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي أول علامات الساعة الكبرى؟ الله أعلم. أن أول علامات الساعة الكبرى ظهور الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال أو يقول: أن أول علامات أو أن أول علامات الساعة ظهور المهدي، ثم ظهور المسيح الدجال، ثم نزول المسيح عليه السلام، ثم طلوع الشمس، ثم الدابة التي تخرج على الناس، ثم تتتابع الفتن كالعقد الذي انخرط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من ينكر خروج المهدي عليه السلام؟ جاهل، هذا جاهل ولا يؤخذ بقوله. ينكر الأحاديث المتواترة، ينكرها، هذا جاهل أو ضال، إما أنه جاهل وإما أنه ضال، فلا يلتفت إليه. وقد ألف في ظهور المهدي مؤلفات بيّنوا فيه الأحاديث الصحيحة وأنه لا بد من خروجه، لكن هؤلاء كذبون بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كما قال الله جل وعلا: الإنسان ما يتسرع في الأمور،
ما يتسرع في الأمور، تثبت ولا يتبع كل ناعق وكل من يهذي بما لا يعقل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما نصيحتكم للآباء الذين لا يتورعون عن إدخال الفتن إلى بيوتهم وأبنائهم مثل الإنترنت أو القنوات الفضائية الغير شرعية؟ أن يتقوا الله عز وجل. نصيحتنا لهم أن يتقوا الله، وهم مسؤولون عما في بيوتهم وعن من فيها من الذرية والنساء، أن ينقوا بيوتهم من هذه الأمور، لا يدخلوها هم ولا يسمحون لأحد أن يدخلها من النساء والشباب والأطفال، لا يسمحون بهذا في بيوتهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل هناك وجود احتمال خليفة راشد قبل المهدي، أم أن عهد الخلفاء قد انتهى وأصبح علينا انتظار المهدي؟ الخير لا ينقطع إن شاء الله ولا نيأس، يأتي الله بالمصلحين المجددين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمجدد قد يكون عالما من العلماء أو يكون ملكا من الملوك يصلح الله به، فلا تزال الأمة بخير ولله الحمد. مهما كثر الشر فإن الله لا يترك عباده ولا يترك دينه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: امرأة لا تنجب وكان في كنفها يتيم كانت تكفله أو تكفله، فأحبت أن ترضعه فتناولت حبوبا تدر الحليب ثم أرضعته 5 رضعات مشبعات، فهل تصبح بذلك أمه من الرضاع؟ وكذلك زوجها، هل يصبح أبا له من الرضاع؟ بلا شك إذا أرضعته حليبا من ثديها وتغذى به أنه يكون ابنها من الرضاع، ولو كان اتخذت سببا يدر الحليب، المهم وجود الحليب، إذا وجد ورضع منه الطفل وتغذى به صار ابنا لها من الرضاع وابنا لزوجها أيضا من الرضاع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في ليلة الاثنين الماضي وأنا أطوف في البيت كان بجانبي جماعة يستغيثون بغير الله في دعائهم والعياذ بالله بصوت مرتفع، فما العمل الواجب في هذه الحالة؟ العمل الواجب أن تنصحهم وتقول: هذا لا يجوز، اتقوا الله، هذا الشرك، هذا شرك أكبر، اتقوا الله، فإن قبلوا منك فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فأنت أديت الذي عليك، لكن لا تستعمل العنف فيحصل ردة فعل، استعمل النصيحة معهم والبيان لهم. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. تقول السائلة: ولد أختي توفي في الاختبارات. ولد أختي توفي أيام الاختبارات. نعم. في حادث سيارة، وعمره تقريباً 30 عاماً، وقبل سنوات حصل له حادث ومات صاحب السيارة الثانية، وعليه كفارة قتل خطأ، إما عتق رقبة أو صيام 2 شهر، وحالياً لا يوجد عتق إلا نادراً، ولا يوجد أحد يصوم عنه، فماذا على أهله وذويه؟ ما على أهله شيء، الشيء عليه هو، لكن من أراد من أهله أو من غيرهم من المسلمين أراد أن يبرئ ذمته يصوم عنه، من أراد الخير وأراد أن يبرئ ذمته يصوم عنه 2 شهر المتتابعين، وإلا من باب الوجوب لا، ما يجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.